أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول بعض المسؤولين عندنا: نحن مالكية على المذهب الأشعري، فما معنى ذلك وهل فيه محظور؟ مالكية أي على مذهب الإمام، إمام أهل السنة مالك بن أنس رحمه الله، إمام دار الهجرة، ومن أئمة المسلمين، ومن العلماء الأكابر، من فقهاء الإسلام، ومنزلته علية ومكانته معروفة، هو وغيره من أئمة المسلمين. والمذهب الأشعري أو العقيدة الأشعرية هذه تنسب إلى أبي الحسن الأشعري، تنسب إلى أبي الحسن الأشعري. وأبو الحسن الأشعري الذي تنسب إليه هذه العقيدة تقلب في حياته في ثلاث مراحل، تقلب في حياته في ثلاثة مراحل ذكرها ابن كثير في طبقات الشافعية، لأن أبو الحسن الأشعري شافعي، ففي طبقات الشافعية لابن كثير ذكر أن أبو الحسن تقلب في ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى من حياته ومضى فيها 40 سنة أو زيادة على الاعتزال معتزليا، لأنه ولد يتيم الأب وتربى في, في, في بيت خاله أبو علي الجبائي، تربى على يديه على الاعتزال، ومضى على الاعتزال 40 سنة، ثم بعد ذلك تحول من الاعتزال إلى الكلابية. والكلابية أخذها عن ابن كلاب، وهي مذهب قائم على علم الكلام، وهو دون عقيدة المعتزلة. عقيدة المعتزلة أشد فسادا من عقيدة الكلابية، فانتقل إليها وتاب من الاعتزال، وأخذ يرد على المعتزلة ردود موسعة مطولة في كثير من كتبه، وتصدى لها. ثم في آخر حياته تاب من الكلابية إلى عقيدة أهل السنة، وأعلن ذلك في بعض كتبه مثل الإبانة ومثل مقالات الإسلاميين ومثل رسالة إلى أهل الثغر، أعلن فيها توبته، وأنه على مذهب أهل السنة، على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أئمة المسلمين من علماء السنة وعلماء الحديث، فرجع إلى هذه العقيدة. والذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري ينتسبون إليه في المرحلة الثانية التي تاب منها هو، في المرحلة التي تاب منها هو. ولهذا يستطيع بعض الباحثين أن يرد على الأشاعرة بكلام أبو الحسن الأشعري نفسه، في كلام أبو الحسن الأشعري في مرحلته ماذا؟ الثالثة الأخيرة. استطيع أن يرد عليهم بأشياء هم عليها وينتسبون فيها إلى أبي الحسن الأشعري، وفي كلامه في المرحلة الأخيرة ردود على من على هذه العقيدة، فهم ينتسبون إليه في شيء تاب منه. وأولا الانتساب من حيث هو خاطئ، وما ينتسبون إليه فيه هو تائب منه رجعا. والأمور التي يعتقدونها في هذا المذهب هي عقائد في كثير منها فاسدة مخالفة للعقيدة النقية المتلقاة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. والواجب على الإنسان أن يجتهد في إصلاح عقيدته على ضوء الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم وأرضاهم، هذا الذي هو يجب على كل مسلم. والإمام مالك رحمه الله من أئمة المسلمين، ولو كان هذا القائل عقيدة مالك لسلم،
بدل أن تكون عقيدة عقيدة أبي الحسن الأشعري التي تاب منها. فلو كان عقيدته عقيدة مالك لسلم. ولهذا يقال لأمثال هؤلاء من يقول أنا مالكي في الفروع أشعري في العقيدة. لماذا تقول أشعري في العقيدة؟ ألست ترضى عقيدة مالك أو عندك فيها نظر؟ هل عقيدة مالك عقيدة صحيحة أو غير صحيحة؟ ولو قارنت بعلم بين عقيدة مالك وعقيدة الأشعري التي ينتسب إليها الأشاعرة تجد فرق. فلماذا رضيته في الفروع ولم ترضى عقيدته؟ ومن كان على عقيدة غير صحيحة كيف يقبل منه تقريره في الفروع؟ فهذا نوع من 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 الخلل عندما يقول أنا مذهبي مذهب مالك وعقيدة عقيدة الحسن الأشعري وعلى طريقة مثلا كذا في السلوك، فيذكر من هذه الفرق المنحرفة. وهذا كله من أنواع الانحرافات التي يبتلى بها بعض الناس. والواجب على الإنسان أن يكون على سنن السنة وعلى جادة السلف رحمهم الله في عقيدته وفي عبادته وعلى طريقة الأئمة الأكابر من أئمة المسلمين وعلماء الدين، ولا يكون هناك تعصب لأشخاص، وإنما الواجب هو لزوم دين الله عز وجل واتباع سبيل المؤمنين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.